السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين الإخوان والأعزاء والأفاضل، وكنتمنى لكم جمعة مباركة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. هذا الفيديو هذا علاش أنا اختاريت فيه جدال أو موقع تسوي يتسبب في جدال المدونين المغاربة، علاش اختاريت هذا الفيديو؟ هو رسالة وفي نفس الوقت يعني محايد، يعني أنا لست من هذا الطرف ولست من هذا الطرف، أنا فقط أحايد الفكرة وأنا سأتكلم عن الموقع بصفة عامة. أول شيء موقع تسو، ما هو موقع تسو؟ هو موقع تواصل اجتماعي مثله مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع المعروفة والمشهورة في العالم. ثانيا موقع تسو الانطلاقات ديالو، البدايات ديالو على حسب موقع ويكيبيديا، ولست أنا من أقول، هو في سنة 2013، حيث أن هذا الموقع عرف عندنا نحن كمغاربة وكعرب في نوفمبر 2014. تخيل معي سنة والموقع متواجد عبر الشبكة العنكبوتية، جاء إلى نوفمبر 2014، خلق جدال بين أشخاص يعني يتقصدون أشخاص وليس أشخاص يخلقون جدال من أجل الوصول إلى حل لذلك الموقع. ثاني شيء موقع تسو يعني جلب خاصيات معروفة ومعهودة لدى المتابع، لأنه يعني ما كاين يعني أي موقع جديد يجلب شي فكرة جديدة خاصو ضروري يدمج الخاصيات المتواجدة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي اعتادها الإنسان واعتاد الاستعمال ديالها، إذ أنه ما يقدر يجيب حتى شي حاجة خارجة على المنطق. جاب لي هاشتاغ تويتر، جاب كذلك مسألة رسائل ومسألة اللايكات والتعاليق الموجودة في الفيسبوك حاليا، وكذلك جاب لنا مسألة الدوائر الموجودة في جوجل بلس. والجديد في هذا الموقع أنه يتعامل بنظام الريفرال. ما هو الريفرال؟ أنك تستدعي أصدقائك، يعني أصدقائك يتسجلون تحتك في الشبكة، يعني سيبوغ دونو إياه شيك، يعني يتسجلون تحتك والربح الذي تتقاسمونه سوف يكون لأربع أشخاص، يعني أربع أشخاص قبل منك وأربع أشخاص بعد منك، كتقاسموا الربح ديالكم بهذيك 90% اللي كيقدمها لك الموقع وبهذيك 10% اللي كياخذ الموقع. والحاجة المميزة والزوينة اللي دار الموقع هو أنه فتح واحد يعني فاتح واحد الركن خاص بالتبرعات لواحد الجمعية، على ما أظن يعني جمعية وقيلة لها علاقة ب جمعية لحفر الآبار وقيلة في شي دولة إفريقية بحال هكا، أنا ما عقلتش على سميت الدولة، غالبا غتكون نعم ماشي معليناش معلي إثيوبيا. نعم هذه الأموال هذه كتجمع لواحد الجمعية خيرية كتحفر الآبار في إثيوبيا. يعني فكرة يعني ككل هي جميلة، يعني إلا بغينا نشوفوا غير المنطق أو البداية ديال الفكرة فهي جميلة. ثاني شيء الموقع لازال حديث العاد ويتهافت عليه العديد من المتابعين، يعني الكل يتهافت عليه من أجل المال، من أجل يعني تسويق المنتجات وتسويق كذلك الإبداعات الشخصية على سبيل المثال، لأن الفرصة التي لم تتح لجميع المتابعين في الفيسبوك هي الآن تتح للمتابعين في 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 تسو. لماذا؟ لأن في فيسبوك عرف يعني واحد المجال ديال الاحتكار كبير، إذا أنا كنعرفو كنشوفو وجوه اللي مألوفة في الصفحات، وجوه اللي اعتديناها ولينا كتشوفوها دائما في الصفحات، ولذلك ما بقيناش كنلقاو ان ناس اخرين كيطلعوا وكيبينوا لنا الابداعات ديالهم وكيبينوا لنا كذلك الاراء ديالهم، حيت علاش؟ السوق ولا فيها الاحتكار، اذ ان كل واحد كيف ما كنقولوا بالدارجه كل واحد ولا كيخاف على بلاصتو، كل واحد ولا كيخاف على الكليان ديالو اللي يطيروا ليه، كل واحد كيخاف ان الحقيقه ديالو او النيه ديالو تظهر في يوم من الايام ويبقى لا بيبي ولا حب الملوك. هذه السياسه اللي حنا طاري عندنا غير في العرب، حنا ما غاديش حنا ندويو على العالم راه دوك الناس راه واصلين، هذوك الناس راه خدامين بالنيه، حنا لا، حنا عندنا انا اللي كنعطيك، انا اللي كندير لك، انا اللي سخرني لك الله، انا حنا عندنا هذه القضيه هذه خايبه بزاف، لان عالم الانترنت ماشي ديالي وماشي ديالك وماشي ديال اي واحد، عالم الانترنت هو مفتوح للجميع وفضاء مفتوح لاي واحد بغى يقلب فيه غادي يقلب وغادي يلقى داك الشيء اللي بغى. تخيل معايا مثلا لو موقع جوجل على سبيل المثال عمل مسألة الرشاش بالمال، يعني مثلا أنت تريد معلومة من موقع جوجل اللي هو مفتوح المصدر ومفتوح يعني على جميع يعني على جميع العناكب المتواجدة في الشبكة، تخيل معي لو كان بالمال، إذا مثلا يقول لك تريد المعلومة فلانية ادفع لكي أعطيك المعلومة، يعني تخيل هذا، يعني أليس هذا يعني بحد ذاته احتكار؟ لماذا لم يحتكروا علينا المعلومة الغرب؟ لماذا؟
الله أعلم. نأتي نحن إلينا نحن هنا في العرب عندما يأتي شخص بمعلومة يجعل منها معلومة خاصة به هو وكأنه هو صاحب المصدر الرئيسي والأساسي، مع أن المعلومة هي متواجدة عبر الشبكة، ويبقى الاختلاف فقط في طريقة البحث على تلك المعلومة والنية في توصيل المعلومة في آخر المطاف. هذه فقط بين قوسين فكرة، دويت على فكرة موقع تسو، ودابا غادي ندوي على الجدال اللي طرا حول هذا الموقع اللي مع الأسف يعني جدال ما كانش عادي، وانا على ما كنظن وقال لك يبان لي جدال فقط لسبب تصفيه الحسابات، لان الجدال هذا ما كانش كيقصد موقع في حد ذاته، وانما جدال كان كيقصد اشخاص في حد ذاتهم، شوف شنو كان بيناتهم، يا اما كان بيناتهم شي سوء تفاهم من قبل طرا بيناتهم، ولاو كيجعلوا من هذاك الموقع اضحوكه باش يحاربوا به ناس وناس يوجهوا ويبينوا للناس. حنا هادشي كامل غادي ندويو فيه دابا، وغادي نعطيكم جوج ديال الامثله ديال جوج ديال واحد جوج ديال المدونين مغاربه معروفين، لا داعي لذكر الاسماء، فالحمد لله راه كلهم معروفين، اي واحد كيتصفح شبكه الانترنت فهو كيعرف هاد الناس، هما مصدر المعلومه يعني حاليا في المغرب. غادي نهضر على المدون رقم واحد، وهو مدون يعني ذو اخلاق عاليه، يعني بدون مجامله، وانا لا اجامل احد ولا امدح احد، ذو اخلاق عاليه، يوجه المعلومه بطريقته الخاصه بسلاسه، يعرف كيف يتعامل مع الاشخاص، وهو شعبي لدرجه لا تتصور، للاشاره فقط. الشخص الثاني كذا ومثال هو خالوق، انسان يعني عرفته كذلك من 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 اول بداياتي، يعني من بدايته كذلك في التدوين وكذلك في التدوين الصوتي والمرئي في نفس الوقت، عرفته كذلك ببرنامجي الشهير يعني المعروف كذلك عبر شبكة الانترنت، يعني انسان توادو ذو شخصية اذا لم يسهى القول. الجدال الذي حصل ان الشخص الاول كان لدي احدى المدونين في مدونته الخاصة، دون هذا الموضوع وجلبه لاول مرة على ما اظن بشكل حصري في الوطن العربي، والله اعلم، يعني لم ابحث أنا أي مصدر إلى حد الساعة جلب لنا موقع سوء إلا من هذا صاحب هذا الموقع، يعني إحدى المدونين قام بوضع شرح لهذا الموقع أنه موقع ربحي بدلالات شخص كذا وكذا تم دفع له المال وما شابه، لكن عندما وصلتنا نحن الفكرة كأشخاص وتعامل مع موقع سوء فجاءت الفكرة بحد ذاتها جميلة، ما دمنا أشخاص مثلا مبتدئين، جاءت فكرة جميلة أن هذا الموقع يدفع للأشخاص بسبب التفاعل وكذلك عدد المشاهدات والمطروحات وكل هذه الأمور، قلنا هذا جميل، والجميل في الأمر أن هذا الموقع على حسب ما قال نفس المدون أن هذا الموقع يعني نسبة المشاهدة أو نسبة ظهور المنشورات تظهر بشكل سريع أفضل بكثير من موقع فيسبوك. وثاني حاجة يعني السبب اللي يجعل جل الشباب والمتابعين للموقع فيسبوك يتحولوا في شهر نوفمبر إلى موقع تسو، تزامنت هذه القضية مع قضية الخصوصية أو قضية استغلال الخصوصية الخاصة بأعضاء موقع الفيسبوك، إذ أن الجميع تخوف من هذه النقطة، قال على أن خصوصيتنا ستصبح معرضة وكذا وكذا وسوف تصبح سياستنا للفيسبوك، يعني كانت متزامنة، يعني فعلا الشيء عندما يكون متزامن يخلق الجدل، حاجة طبيعية. أما الرد الآخر والرد الثاني من عند الشخص الثاني قال على أن موقع تسو هو موقع بدائي جدا، موقع لا يتوفر على مواد مثل الفيسبوك، يعني لابد هذا الموقع أن يستخدمه الأشخاص لمدة طويلة لكي يكسب الأعضاء، وفيما بعد سوف يسمح في الأعضاء وسوف يذهب، يعني لا يوجد أي مال ولا شيء. وكما قال أيضا أن ثروة الفيسبوك إذا تم تقسيمها على جميع متتبعيه في العالم قد تأتي فقط نصف دولار أو دولار لكل فرد على الفيسبوك. قال كذلك أن موقع تسو هو موقع يعني يستخدم او يستخدم ترافيك او لا باندويتش، يعني سيرفرات او لا خوادم اللي هي بدائيه ولا ترقى لمستوى الفيسبوك، اذا انه قد لا يستحمل واحد القدر من الاشخاص في الثانيه الواحده، وقد يعني يتوقف بين الفينه والاخرى. وكما قال نفس الشخص كذلك ايضا، وقال ايضا ان هذا الموقع يستعمل اسم نطاق من جودادي، يعني هذه فقط وجهة نظر خاصة به، تبريرات خاصة به، لا نعرف لماذا يستخدم هذه اللغة، المهم هو أدرى بذلك. إذا كانت هذه اللغة في سبيل
انه يرشد متتبعي لهذا الموقع فمرحبا به. اذا كانت هذه اللغة تقصد اشخاص بسبب اللي هو موقع تسو، فهذه المسألة تبقى بينك وبين الشخص الاخر اخي العزيز، يمكنك ان تحل. اذا كان بينكم مشاكل يعني قديمة يمكنكم حلها بالتي هي وبالعقلانية وبالنية ما دمتم انتم اصدقاء وتلتقون في مجموعة من المناسبات، يعني نشاهدكم طبيعة الحال سواء في مسابقات مغربية او لا على شاشات مغربية، يعني دائما يعني كنشوفكم مجموعين. الانسان ما فيها باس يصلح العيب، ما دام نتوما كبار راه اي عيب غادي يصدر منكم غادي ياثر على الناس الاخرين، غيشوفوا فيكم نظره اللي ما خصهاش تشاف في الحقيقه، وهذا الشيء اللي حنا ما بغيناش في المغرب ديالنا. بغينا الانسان يجرب واحد الحاجه ويعطينا البرهان. مثلا هذا الشخص هذا قال باندويتش كذا سيرفرات هذاك الشيء كيطيح المسمو، هذيك كتبقى وجهه نظر ديالو خاصو. علاش هو عنده واحد القدر ديال لي فان، علاش ما يجربش لنا هذا الموقع ويقول لنا هل اثبات هل كذوب، يعني ما فيها والو، يعني حق مشروع للجميع. كذا ومثال نفس الشخص الذي يعني قال انا اتحدى الشخص الفلان فلاني ولا انا لا اخشى الحشرات كذا وكذا لا العقارب ولا ما عرفت شنو كاع، كذلك هو بدوره قال سوف اجرب وسوف اعطي برهان ودليل على ان هذا الموقع هو صادق. لكن نحن لماذا نتصارع من اجل المادة؟ يعني شوف المادة خلتنا تصارع على والو ونخلقوا واحد المشكل اللي لا له اساس مشكل، يعني خلقتوا مشكل شخصي بسبب موقع خرج في سنة 2013، يعني وهذا راه امر يعني لا يصدقه العقل ولا يقبله بني انسان. اذا كانت التحديات تكون في سبيل المتابع، اذا كانت الصراعات والجدالات تكون في سبيل المتابع ولا تكون لسبيل المصالح الشخصية وتصفية حسابات ومشاكل خاصة وما شابه، لان عالم الانترنت هو عالم مليء بالمفاجآت. يعني اليوم قد تجد موقع تسو، غدا ستجد موقع بابلوز، بعد غد قد تجد موقع يعني على الانترنت، يعني بين الفيلة والاخرى تجد فيه الجديد. لذلك اخواني الاعزاء قبل ان يكون هناك صراع بينك وبين الشخص الاخر، رجاء اخواني ان تكون مشاكلكم الشخصية بعيدة عن ميدان التقنية وميدان التدوين، لاننا لسنا في حلبة مصارعة ولسنا طبيعة الحال في ملعب بجمهور يعني يتفرج على شخصين يعني يتجادلون على 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 قلة ما هي شيء، وان الموقع هو خارج من المشاكل الشخصية. كيف لموقع له اسم ياباني للإشارة فقط ومقر الموقع في نيويورك، ظهر في فوكس نيوز، ظهر في قنوات عالمية مشهورة، ظهر في جريدة تايمز، ظهر ظهر ظهر، ونجي نحن هنا في المغرب نتجادل عن الموقع لأسباب شخصية؟ راه لا يعقل. موقع راه غادي، سواء كان هذا الموقع نصاب غادي يبان من هنا لقدام، إذا كان هذا الموقع غادي مزيان غادي يبان من هنا لقدام، لأن حتى حاجة ما غادي تبان دروك، إلا أن الموقع هو فقط مجرد تجربة يستفد منها الجميع. كان نصاب راه ما عندنا ما نديرو ليه، كان موقع اللي هو خير ما عندنا ما نديرو ليه. المهم ما نكونوش ناس ماديين، ما نكونوش ناس اللي كيسعوا ورا المادة ب 0.06 دولار، ما نكونوش ناس اللي كيخلقوا العديد من المعلومات، كيخلقوا بزاف ديال الابداعات بسبب 0.6 دولار. انسان عندي ابداع لوح وما فيها باس، نستغل هذا الموقع في المجال الايجابي، نستغلو بين صحابي وهذوك الناس كاع اللي كنتواصل معاهم، نشارك معاهم المعلومات ديالي والامور اللي غادا تفيدنا. اما الفلوس نخليهم دائما يكونوا هما جنب، ما نخليهمش يكونوا سبب الصراعات، لان راه الدنيا راه فانيه، راه غدا ولا بعد غدا راه كلنا غادي نتلاحوا في قبر واحد. غادي الفلوس ما غاديش ينفعوا، يوم لا ينفع لا مال ولا بنون، يا والفهم يفهم. اذا اخواني الاعزاء يعني لم يتبقى الوقت الكثير، فقط دقيقه سوف اتكلم فيها وسوف اقول رسالتي بالدارجه. كنتمنى اخواني الاخ الاول المدون المعروف والاخ الثاني صاحب البرنامج المعروف، اخواني اعزائي اتمنى يعني من صميم القلب ان تصلحوا يعني ما تصلحوا ذات بينكم او كما يصطلح على، يعني اذا كانت بينكم مشاكل الرجاء اصلاحها، فالدنيا فهي ليست كل شيء لكن الاخره هي كل شيء الحمد لله. ما دمتم انتم تتوفرون على العديد من المتابعين، فالمتابعين الذين يعني تتوفرون عليهم كل شخص منهم لديه نظره شخصيه، لديه نظره خاصه، لذلك يعني لا تسقطوا نظراتكم على اشخاص يعني يثقون فيكم وكذلك يعطيكم الاهتمام والنية ويتابعونكم ويتابعون مجهوداتكم التي بدأت من الصفر. يعني راه أي شخص في الدنيا راه كيبدا من الزيرو، غير منكم نتوما وجبدوا. نتوما مثلا
النهار الاول فاش بديتو بكاميرا عاديه كذا، الضو ناقص، المسائل اورديناتور بونتيم 3 ولا بونتيم 2 ولا بونتيم 4، داكشي ضعيف، اللوجيسيالات كذلك دي فيرسيون هما شويه قدام، بي سي كيتقال كيتبلونطا كدير، ومع ذلك كدير به مونتاج باش توصل الرساله ديالك في اليوتيوب. يعني حتى واحد راه ما بدا مجهد، راه الانسان راه كتبدا بشويه 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 بشويه، وتقدر بامكانيات بسيطه تكسب بزاف ديال الناس. اما الشخص الاول الثاني اللي ما قلتش لكم، يعني في واحد البرنامج يعني كيدوز في احدى القنوات التلفزيونيه، لا داعي لذكر الاسم ديالها، قال على انني انا اليوم الاول عندما بدات في هذا الميدان بدات فقط بالصدفه، وان عدد المتابعات في اليوتيوب في احدى الحلقات يعني هو فقط كان كيشرح لشي واحد كان كيعرفو او شي وحده كان كيعرفها، قال لي كان كيشرح لي انا داك الفيديو وما كنتش كنعرف ان داك الفيديو يقدر يوصل ليا 100 ولا 120 مشاهده. وهنا جاتو الفكره، اذا شوف سبب بسيط خلاك انك تبدع فكره بابسط المواد او الموارد، وطورتي راسك حتى وليتي دابا كتصور سيدي بكاميرا يعني بجوده عاليه، يعني باش دي ولا فول اش دي، حتى وليتي كتوصل الرساله ديالك الابداعيه وكتطور راسك، وكل ما كتطور راسك كتكسب راسك مع الناس الاخرين. وخير دليل هو انك فعلا شاركتي في واحد المسابقه يعني ديال مسابقه مغربيه، الان يعني انت حاليا يعني في الترتيب العام في الرتبه الاولى، وهذا يعني شرف لك ولجميع متتبعيك، وكذلك شرف للاخ الاخر يعني الذي فاز بجائزتين وثلاث جوائز. نعم وجائزه نعم راه معروفه، جائزه يعني ديال افضل مدون سمعي بصري في الوطن العربي، اول شخص يحصل على هذه الجائزه، وكذلك جائزه المغرب، وكذلك جائزه من احدى الجرائد الالكترونيه. فاحنا جميعا نتتبع اخباركم، ونتمنى يعني للمنتوج الوطني ان يتحسن، وان تتاح الفرصه للكل ان يدون وللكل ان يضع فيديوهاته. المهم نريد منافسه في الخير وليس منافسة من أجل قذف الأشخاص. أعزائي الأفاضل، أتمنى أن تكون هذه الفيديو أن ينال إعجابكم رغم أنه طويل، أتمنى أن يكون رسالة توصل من القلب للقلب، وليس رسالة باش تقولوا لي باغي تشهر ولا ما تشهرش. أنا الشهرة آخر حاجة كنفكر فيها، وهذه ماشي غير هضرة وإنما النية بيني وبين نفسي. تهلاو في رياضكم وجمعة مباركة إخواني.